العز باق محسن. احسنت سي محسن، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير ليكم وللساده المستمعين، وشكرا على الاستضافه. وقت نقراو البلاغ اللي اصدر البارح على وزاره الماليه، يجي هذا القرض ضمن تعبئه موارد الاقتراض لتمويل ميزانيه الدوله المبرمجه ضمن قانون الماليه 2023. شنو نفهموا من الكلام هذا وعلاش خذينا القرض هذا؟ بارك الله فيك. وتعرف وأنه قانون المالية الأصلي لسنة 2023 برمج تعبئة موارد مالية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية في حدود 23 مليار دينار، فيهم تقريبا 14.5 مليار دينار هي ديون بالعملة الصعبة من المفروض أنه تقع تعبئتها من الخارج وليس من الداخل. طبعا في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تونس متمكنتش باش تقوم بتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة بصفة إجمالية، وتلتجئ من حين إلى آخر إلى المؤسسات البنكية التونسية حتى تقوم بهالقروض المجمعة بالعملة الصعبة، واللي الهدف منها هو تعبئة موارد حتى تتمكن الدولة من سداد تعهدات الخارجية، سواء كانت في شكل خدمة دين أي ديون خارجية مستحقات، أو أيضا لتمويل شرائات تونس من الخارج من المواد الأساسية. وهو كذلك، وهذا السؤال نحب نسأله لك سي محسن، علاش بالعملة الصعبة؟ هو بالفعل لأنه اليوم احنا عندنا مشكل، يعني هناك التمويل بالدينار التونسي لتمويل نفقات الدولة بالدينار، سواء كان ذلك كتلة أجور أو نفقات تسيير أو شراءات داخلية أو غيرها، وهناك أيضا تمويلات بالعملة الصعبة، وهذه تم يعني تعبئة، يعني تم سداد أقساط الدين الخارجي المستوجبة بالعملة الأجنبية، أو كذلك تمويل الشراءات اللي تقوم بها الدولة كيما شراءات الحبوب، الزيت النباتي المدعم، الأدوية، المحروقات وغيرها. والآن أعتقد أن تونس في حاجة إلى العملة الصعبة، والتجأت للنظام البنكي لاقتراض المبلغ الصغير اللي هو 400 مليون دينار، ما هوش مبلغ كبير برشا، هو نظريا خالد يعني من 400 مليار بالعملة الصعبة. نعم، بالعملة يعتبر رقم ماهوش كبير سي محسن، مش كبير برشا، ولكن اللي نقوله هو رأو الدولة التونسية وأي دولة وكأنها أي عون اقتصادي تقوم باللجوء للبنوك والاقتراض الداخلي، سواء كان اقتراض بالعملة الصعبة أو بالدينار التونسي. لكن التخوف وين يكمن؟ وأنه الاقتراض بالعملة الصعبة من قبل البنوك التونسية ما يحترمش قواعد التصرف الحذر والمعايير المعمول بها في التصرف في النظام البنكي، أي أنه البنوك التونسية عندها مدخرات بالعملة الصعبة، يعني من المفروض أنه يقع احترام قواعد التصرف الحذر، لأن المدخرات بالعملة الصعبة يجب أن تكون على ذمة الحرفاء في أي وقت. وبالتالي أعتقد أنه اللجوء المفرط للتدين الداخلي خاصة من قبل اللجوء البنك النظام البنكي، نعرف اليوم وأنه قائم قروض الدولة لدى القطاع البنكي هي في حدود 24.5 أو أكثر، الآن أصبحت 24.6 مليار دينار، والمبلغ هذا كبير وكبير جدا. وأعتقد أنه لجوء الدولة المفرط للتدين الداخلي وخاصة التدين من قبل النظام البنكي، هذا بش يضرب وبش يقلص من الصلابة المالية للبنوك التونسية وكل وكالات الترقيم السيادي. أو جلها أشارت إلى أنه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، راه النتيجة المباشرة هو تراجع الصلابة المالية للبنوك التونسية وعدم قدرة البنوك التونسية على القيام بدورها التقليدي. البنوك التونسية تقرض الدولة ولكن بصفة عرضية ووفق معايير معينة، ما توليش قاعدة يعني فيما يتعلق بالتمويل الداخلي بالعملة التونسية وبالعملة الصعبة. ما يلزمش اللجوء للبنوك التونسية يتجاوز نسب معينة، واحنا تجاوزنا النسب المعينة اليوم تقريبا. القروض اللي ماخذتها الدولة من النظام البنكي
تقارب 17% من قروض المزداة من قبل النظام البنكي بعد ما كانت في حدود 8 أو 9%. يعني اللجوء الدولة للتدين الداخلي وخاصة البنوك التونسية يعني أصبح مفرط، وهذا يهدد السلام المالي بتاع البنوك وما يخليش البنوك تقوم دورها التقليدي. البنك دوره وحشد الادخار وتمويل الاستثمار، سواء كان استثمار الأفراد، استثمار المؤسسات وغيرها. الدولة يمكن أن تلتجئ للتدين الداخلي ولكن في حدود معينة. ونعاود ونقول احنا وصلنا للخطوط الحمراء واقتراض الدولة من قطاع البنك. شنو اللي يهم توا المواطن التونسي مخير. وصاحب المؤسسة محسن حسن في كونه كي نمشي غدوة للمؤسسة البنكية ونحب ناخو مبلغ مالي بالعملة الصعبة باليورو ولا بالدولار باش نمشي نسافر نلقى الديفيز، ما يقولوليش ما ثماش والا شوف البنك الاخر ولا كذا. هذا ممكن ياثر مثل هذه القروض طبعاً، فقط جاوبني بسرعه ممكن تاثر على طبعاً هذه طبعاً. العمليه الاقتراض يعني من قبل البنوك التونسية بالعملة الصعبة هو يأثر على موجودات العملة الصعبة لدى البنوك، وبالتالي البنوك تنجم تلقى نفسها في شح على مستوى السيولة يعني بالعملة الصعبة. والبنوك التونسية كما قلت ما عادش تقوم بدورها الأساسي في مجال تمويل الفرد والمؤسسة. يعني عندما يكون اللجوء للبنوك من قبل الدولة مفرط سواء كان للتدين بالدينار أو بالعملة الصعبة، فإنه ما تبقى لتمويل المؤسسات والأفراد ضئيل ولا يلبي بالحاجة، ويعني عنده تأثيرات على الاستهلاك كمحرك للنمو، وكذلك عنده تأثير على الاستثمار وعنده تأثير على التضخم، لأنه التمويلات بالدينار التونسي من قبل البنوك هي باش تمول أنشطة غير منتجة، باش يقع توجيه أساس للأجور وهو تمويل غير منتج، وبالتالي يؤدي إلى مزيد التضخم. شكرا. في نهاية الأمر الأفراد والمؤسسة هم المتضررين من اللجوء المفرط للتدين الداخلي من قبل النظام البنكي. وشكرا لكم. يعطيك الصحة محسن حسن، تحية لك أنت على قبول التدخل معنا اليوم.